أغنام في شوارع لندن، وصيني يعزف بقدميه، ومسابقة نوم القيلولة بإسبانيا، وأكبر طبق عجة في تركيا. كل هذا في جولتنا حول العالم هذا الأسبوع. تسير بخطى واثقة في قلب العاصمة لندن، فلمدة أسبوع سترعى تلك الأغنام بحرية في أرجاء شارع سافيل، شارع الحياكة والتفصيل، وعلى الجميع أن يفسح الطريق لكل خروف، فهو مهرجان الصوف. موسيقى رومانسية تأسر الألباب وجلبت لعازفها الجوائز والألقاب. لي وي شاب صيني فقد ذراعيه في العاشرة من عمره، وقرر العزف ومواصلة حلمه ليفوز في مسابقة المواهب الصينية ويلقب بصاحب القدم الذهبية. بهدوء سأحدثكم عن مسابقة نوم القيلولة. مجموعات من 5 متسابقين تتنافس في المسابقة التي تجرى بإسبانيا. كل مجموعة تمنح 20 دقيقة للاسترخاء، والفائز هو من يغط في نوم عميق لأطول فترة فيفوز $1,400 ويهنأ بنومة سريعة هادئة. ثمانون من كبار الطهاة في تركيا تجمعوا لخفق أكثر من 100,000 بيضة، وبعد ساعتين وأكثر من العمل الدؤوب سجلوا الرقم القياسي لأكبر طبق عجة في العالم. المذاق كان شهياً والفرحة كانت عارمة. غادة ناصف، BBC.